إلهي بيشكل فيا كطين في إيدي الفخاري، لمساتك معلنة وخفية تلمس مظاهري وأسراري. هو ده اللي شغل باله يرسم ملامح على مثاله، في عرش النعمة اتغير لشكل صوته وجماله. هو ده اللي شغل باله يرسم ملامح على مثاله، في عرش النعمة اتغير لشكل صوته وجماله، في عرش النعمة. مساء الخير احبائي المشاهدين، برحب بيكم في اسم الرب يسوع في كل مكان حول العالم، لكل متابعينا ومشاهدينا الناطقين باللغه العربيه في كل الارض. بصلي من قلبي انه الدقائق اللي هنقضيها مع بعض في حلقتنا النهارده يكونوا سبب بركه ليك ولبيتك وليكي ولحياتك ولخدمتك ولعلاقتك بالرب. اجتماعنا وحلقتنا في برنامج عرش النعمه لاجل دراسه كلمه الله، وما أروع أن ندرس كلمة الله أخواتي الأحباء، لأن هي غذاء لينا تملأ قلوبنا وتملأ أيضا عقولنا وتغير حياتنا. اسمحوا لي في بداية الحلقة أرحب بمجموعة القاعدين معايا، مارك ورعوس وظريف وإيفا وعبير وأمير. أهلا بيكم يا شباب. أهلا بيك يا سيدي. إحنا بنتشجع كل مرة بنقعد مع بعض، لأن إحنا مش قاعدين عشان نعمل حلقة، لكن إحنا قاعدين كمجموعة فعلا بنتعلم، بنسأل، بنتغير، بتفتح اذهاننا على امور جديده، بناخد قرارات معينه في الحياه. وانا بشجع كل المتابعين المشاهدين، لو انت قاعد في بيتك او في شغلك او في عملك او بتشاهد الحلقات دي مع مجموعه معينه، او انت يعني هتعمل مجموعه في الكنيسه، احرص ان يكون العمود الفقري بتاع القعده هو دراسه كلمه الله. طبعا في القعده بنصلي، احنا مش قادرين نصلي هنا عشان وقت الحلقه وظروف الحلقه، في القعده بنتشارك باخبارنا، مش قادرين نعمل كده هنا عشان ظروف الحلقه برضو. في القعده ايضا بنتكلم عن اهدافنا اللي هنعملها الاسبوع الجاي، هنزور مين، غاب، هنكرز لمين، هنروح فين، برضو مش قادرين نعمل هنا كده عشان احنا اوريدي في استوديو. فلكن دي المجموعه الصغيره، بنخرج، بنشارك، بنصلي، ندرس كلمه الله، بنزود علاقتنا بعضنا ببعض. أحب أذكرك وأذكرك بأن احنا بدأنا منذ أسبوعين دراسة رسالة هامة جدا، كل كلمة الله هامة طبعا، لكن هامة جدا لهذا الوقت اللي حاضر المعاصر لنا، اللي فيه بنواجه ضغوط في حياتنا الروحية وحياتنا أيضا الزمنية. هي رسالة بولس الرسول الثانية لتلميذه تيميثاوس. وإحنا الحقيقة قرينا المرة اللي فاتت قبلها أول 7 أعداد من الإصحاح الأول، هنقراهم مع بعض. لكن قبل ما نقرأ أحب أذكر حضرتك وأذكرك حضرتك ببعض النقاط الهامة، أن تيميثاوس كان تلميذا مخلصا لبولس، ربح بولس تيميثاوس في رحلته التبشيرية الأولى في ليسترا، لأن هو شاب ولد صغير كان عايش في ليسترا. وتيميثاوس حقيقة كان نص يهودي ونص أممي أو نص يوناني، وكان مشهود لي من الكنيسة، واختاره بولس الرسول بدعوة من الله حتى يرافقه تيميثاوس بدءا من رحلته التبشيرية الثانية حتى نهاية عمره. فبولس الرسول لم يرسل رسالة لأي حد في آخر أيام من حياته، ولم يذكر كلمات أخيرة لأي حد غير لتلميذه تيميثاوس اللي دايما كان بيلقبه بابنه الحبيب، بابنه الصريح في الإيمان، بالإيمان العديم الرياء، بولد مع أب، بخادمه الأمين، بالخادم اللي معه، وإلى آخر كل هذه الكلمات. والحقيقة أجملنا الرسالة الثانية في أمرين كبيرين. الأمر الأول موجود في إصحاح 2:1 اللي هو بيقول له الرب مانح ليك مصدر قوة ويأمرك أن تتقوى، فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. الأمر الثاني الكبير الذي أمره بولس لتيميثاوس أو قدمه بولس لتيميثاوس في إصحاح 4:2، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وأنا بشجعك لو أنت في الكلية أو في المدرسة أو في العمل، صلي الرب يديك أفكار إزاي تكرز، أو صلي الرب كمان يملأ قلبك بمحبة للآخرين، ينزع من قلبك الخوف، يملأ قلبك بالشجاعة،
يملى قلبك بمحبه ليه عشان تكرز الاخرين في اسم الرب يسوع. انا نفسي النهارده ندخل في شرح اصحاح واحد، بس حقيقه عندي يعني موضوع قبل ما ندخل في شرح اصحاح واحد، كيف دعي تيموثاوس للخدمه. فاذكركم ان احنا الحلقه اللي فاتت واللي قبلها شجعنا بعض ان يكون فاتحين تيموثاوس الاولى، الرساله دي نكون فاتحينها مع بعض. فانا نفسي تفتح معايا رساله تيموثاوس الاولى اصحاح 4. هنقرا من عدد 12، فلو اخواتي في السي جي يحطوا لنا الايات تيموثاوس الاولى 4:12، وتعالوا نفتح مع بعض كتبنا المقدسه، ولو انت قاعد في البيت افتح معايا كتابك المقدس. يقول الكتاب المقدس: لا يستهن احد بحدثتك. بولس بيكلم تيموثاوس بيقول له ما يستهنش احد بحدثتك، بل كن قدوه للمؤمنين. في ايه؟ في الكلام، في التصرف، في المحبه، في الروح، في الايمان، في الطهاره. الى ان اجي اعكف على القراءه والوعظ والتعليم. دعوه صريحه جدا لدراسه كلمه الله، دعوه صريحه جدا للقراءه. ادعو المؤمنين ان يقراوا، اقرا كتب روحيه، اقرا تفسير، اقرا حتى كتب عاديه عشان تفهم العالم بيفكر ازاي. فبيقول له اعكف على القراءه، كلام واضح. طيب عدد 14 بقى مهم جدا، بيقول: لا تهمل الموهبه التي فيك المعطاه لك بالنبوه مع وضع ايدي المشيخ. يبقى وبعدين بيقول له طبعا اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. في كل شيء هنا بيقول له انت كان مشهود ليك، وتقدمك يكون ايه؟ رعوز ظاهرا. طيب هنا في عدد 14 بيوضح الكتاب المقدس كيف يستقبل شخص دعوه من الله. اولا في بعده الشخصي بالموهبه التي فيه، في بعده الموضوعي بالنبوه التي قيلت عنه، وفي تأييد الجماعة بوضع عيد المشيخ. يبقى ثلاث امور نقولهم عن موضوع الدعوة. اوكي، اول امر في بعده الشخصي، في بعد شخصي للدعوة. ايه بعد الشخصي للدعوة؟ هنا ان في موهبة اعطيت لمين؟ لتيموثاوس. هذه الموهبة هي موهبة الله، بيقول عنها في تيموثاوس الثانية 1:6: اضرم الموهبة التي او موهبة الله التي فيه. يعني تيموثاوس الثانية 1:6 بيقول له: أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله. يبقى الهبة من الله، دي بتاعة الله أصلا، دي بتاعته هو. هو جه ادى لتيموثاوس حاجة، أو اداك أنت حاجة، أو اداك أنت حاجة، دي موهبة الله. يبقى في بعد، في الدعوة في بعدها الشخصي ليك أنت كشخص مبنية على الهبة. ما كلمة موهبة يا عبير معناها هبة، شيء معطى من الله بالمجان بدون استحقاق عندي، وهبه لي. طب ماذا وهب الرب تيموثاوس؟ وهبه امور كثيره. على الاقل نفهم من الايات اللي قراناها يا امير من المرات السابقه ان مثلا تيموثاوس كان يكلف ب مهام وعظيه، مش قال له كده؟ قال له روح ثبت واعز وذكر وعلم. فاكيد الرب كان مديله موهبه اسمها موهبه الايه؟ التعليم، الوعظ، الواعظ، ففي الوعظ المعلم او المعلمين او التعليم. فانا ما اعرفش كل المواهب اللي كانت عند تيموثاوس، لكن على الاقل اقول لك عن اثنين، قلنا عن التعليم وقلنا عن القياده والتدبير. طب ايه الدليل عندي ان برضه لازم الرب يكون اداله الحته دي؟ لأن في تيموثاوس الأولى 1 قال له على حاجات يعملها في الكنيسة، قال له بالظبط تيموثاوس الأولى 1:3: كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس. تعمل إيه؟ ترتب شؤون بيت الرب، تعمل كذا وتسوي كذا وتحط هنا وتتعلم كذا وترتب الأمور. ففي موهبة. يبقى الدعوة، الرب يدعو، الرب يدعو، يدعو بطرق متنوعة، يكلمك بشكل شخصي، يبعت لك رسالة سماوية، يدعو الرب الانسان. طيب الرب كان داعي تيموثاوس للخدمه تفرغيه، ربما يكون دعيك انك تكون مهندس، دعيك تكون مدرس، دعيك تكون مزارع، دعيك تكون بيزنس مان، دعيك تكون ما اعرفش محامي، طبيب، موسيقار، فنان، اديب، ما هقول ايه، اقول كل الحاجات كتير. يعني دعوه الله هي مش دعوه للخدام، دعوه الله دي لاي حد مؤمن
أن يتمم مشيئة الله في حياته. طيب في بعد الدعوة الشخصي، في بعدها الشخصي يهبك الله الموهبة اللازمة للقيام بالدعوة. يبقى الأمر بسيط، لا تسعى أن تحقق دعوة لم تعطى لها موهبتها. يعني لم لا تسعى أن تحقق دعوة لم تعطى لها موهبتها. لأن في ناس موهوبة في الطب، موهبته طب فعلا. أنا مش بتكلم عن الموهبة الروحية اللي فيها الإعلان، العلم، السنة، الترجمة، مش بتكلم عن المواهب دي بس، بتكلم عن أي هبة من الله. رب أعطى واحد ذكاء خارق يخترع ويكتشف اكتشافات، دي موهبته يفيد البشرية كده. لو فهم ده وقبل المسيح كل ما يفعله يكون لأجل المسيح. دعوة رهيبة، رب دعا واحد يكون أديب وكاتب، فمؤمن هيكون مؤمن، هيعمل يكتب، يكتب لأجله زي ايه سي اس لويس ده فيلسوف وكاتب، كتب وبارك المكتبة المسيحية بأمور كثيرة مع اختلافنا مع بعض الحاجات اللي بيقول تحفظات نعم، لكن ده كان رجل فيلسوف وأديب، كان هو رئيس قسم اللغة بجامعة كامبريدج بيوكي بالمملكة المتحدة. كامبريدج من أكبر الجامعات. قبل المسيح لأنه كان ملحد الرجل ده، وبعد كده بقى شوفه. فأنت النهاردة يهبك الله شيء لتحقيق دعوتك، لا تسعى لتحقيق شيء لم يهبك الله موهبته فيك. ما ادهلكش، ما تسعاش، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتتعب، هو هيتعب وهيتعب اللي حواليه، ده اكيد، لان التعبان بيتعب، الخايف بيخوف، فالتعبان بيتعب. طب تساعدنا ازاي سيسي انه اكتشف الموهبه ديت؟ هو الاول لازم يبقى كل مؤمن عنده موهبه، مش كده؟ او اكتر كمان. هو مش كل مؤمن، ده كل انسان في الحياه. لان كلنا عيله الله، كل دول عيله، مجموعه كبيره جدا منهم متمردين. شوفوا قد ايه يا جماعه، شوفوا الله، يعني احنا بنحاول نسيطر على كل شيء، يا جماعه الله نفسه ما سيطرش. اغلب عيلته يا امير متمرده، اغلب عيلته ما سيطرش على الانسان بس، ما سيطرش على كل الإنسان. شيء هو هو مسيطر على كل، بس هو ساب من العالم بهذا الشكل. حضرتك تقصد بايه اغلب عيلته متمرده على ايه؟ الخطاه، ما دول عيلته. مش احنا عيلته البشريه؟ لا بفتكر متمرده على الموهبه اللي خدتها. لا فبصي كل وعيلته دي عندهم مواهب. طب ايه الدليل؟ انا لما جيت للرب، الرب ما حبنيش بمواهب يعني من الصفر، لا، انا كان عندي حاجات قبل ما اجي للرب، وبعدين الرب باركني بحاجات تانية نعم، لكن كل ما عندي كان معطى لي اصلا. طب قبلت الرب، اصبح في ايد الرب، اصبح لاجل الرب، اصبح هدفه وغايته مجد المسيح. ان كان يتكلم احد فقال الله، إن كان يخدم أحد فكانه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله بالمسيح. بطرس الأولى أصحاح 4. هو ده الغاية والهدف. يبقى كلنا منحنا مواهب، كلنا عندنا. طيب للأسف أغلب العيلة دي متمردة. طب لما العيلة دي حد منها بينتقل من معسكر التمرد وإعلان الثورة إلى معسكر الخضوع والطاعة، نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محمد، نقلنا إلى نوره العجيب، لما بتنقل كل ما عندي المفروض يا رعوس، وطبعا للأسف ما بيحصلش، يكون ملك للرب. للأسف المؤمن بيقبل المسيح، طبنت أبدية الحمد لله، هنشتغل بقى ونقضي يومنا كده، ولا دماغه أي حاجة، ولا يعرف أي حاجة لا عن دعوة ولا موهبة، هو كده ماشي حياته النهارده زي امبارح زي بكره. مش ده الحياه، الحياه مش دي. ما ده الفرق يا سيس، هو ذكر هنا تيمساوس انه تلميذ. نعم ده الفرق طبعا. المؤمن في حته خالص، ده شخص اعمال 16 ده شخص قبل المسيح ومكمل. نعم. لكن المفروض كل مؤمن مدعو ان يكون تلميذ. نعم. ربي يشكل في حياته ويغير في حياته كل يوم. نعم. فالموهبه، كيف نكتشف الموهبه؟ هرد بس اكمل الحته دي يا مارك. احنا بنقرا مع بعض لو انت لسه منضم لينا في رساله تيميثاوس الاولى، رساله بولس الرسول الاولى لتيميثاوس اصحاح 4 عدد 14. يبقى الايه دي متجزأة لثلاث اجزاء يا ايفا. الجزء الاول بتكلمنا عن الدعوه في بعدها الشخصي. يعني ايه بعدها الشخصي؟ يعني حاجه متعلقه بي انا. طب ايه اللي حصل معايا انا عشان احقق دعوه الله لحياتي؟ اعطاني الرب ايه امير؟ موهبه او مواهب، او مواهب. اثنين، في بعدها الموضوعي، موضوعها كان ايه؟ موضوعها كان ان هناك عمل نبوي تم مع تيموثاوس،
بيقول المعطاة لك بالنبوة. المعطاة لك بإيه يا جماعة؟ بالنبوة. في نبوة اتقالت عن تيموثاوس. حتى بيقول له في صح واحد من نفس الرسالة عدد 18، لو تحب تفتح معايا، هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك. يبقى هناك عمل نبوي أو تصريح نبوي أو إعلان نبوي عن تيموثاوس، تيموثاوس بأنه سيصير كذا وكذا وكذا. طب عندي سؤال، هل ممكن نقول إن ده كان دافع من ضمن الدوافع لاختيار بولس لتيموثاوس لما اختاره إنه يكون معاه في الخدمة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. يعني هو أنا قصدي التفصيلات ما تذكرتش في عمل 16. هنا بنفهمها بقى في تيموثاوس الأولى واحد وتيموثاوس الأولى أربعة. يعني قصدي إن هو ما كانش بس مجرد شاب تقي ومشهود له من الإخوة، لكن كمان كان في نبوات أعطيت على حياته، وربما يكون ده كان واحد من الحيثيات اللي خلت بولس يختار تحديدا تيموثاوس. أولا كان مشهود ليه، لكن في بعد الشخصي أعطي موهبة، في بعد الموضوعي الموضوع بتاعه إيه؟ إن في نبوة. فبيقول له النبوة في عدد 14 المعطاة لك بالنبوة. طب هل ده معناه ان كل واحد لازم يسمع نبوة عندها وطلال حياته؟ لا لا، مش شرط. انا بقول لكم انتوا انت مدعو تبقى مدرس، مدعو تبقى مزارع، مدعو تبقى بيزنس مان، مدعو تبقى ايا كان، مش لازم يبقى فيه نبوة، خلاص، لانه الامر هو من الرب، لكن لازم يكون في موهبة يا ظريف. هي النبوة يا أسيس يعني معناها ان انا بكشف عن شيء ما كانش باين ولا ايه؟ فبرضو الموهبه اوقات تبقى مش باينه، بس روح الله بيحسسني بيها، ولما بتعامل وبخدم في امور او كذا كذا خدمه بتظهر بقى الحكايه دي بارزه قوي فيا. يعني ان كنت مبشر، معلم، يعني اي انواع بقى من طبعا من المواهب. فانت بتقولي النبوه مش شرط تعلن من الناس، لكن ممكن تعلن على مدار الوقت من الله بطريقه مباشره في وعي وإدراكي بأن هذا الأمر هو من الله لي، وهذه دعوة طلال حياتي. بتبقى شيء متغطي أو يعني مش باين، مش واضح ليا، غامض، لكن مع الوقت بينكشف، بتتكشف من خلال ممارستي بقى الأمور كتيرة في الخدمة. أشكرك يا رعوز. رعوز بتقول كلام رائع جدا كالمعتاد. يعني إن النبوة فعلا هي أمر يكشف ممكن بطريقة مباشرة من الناس ليا، وممكن بطريقة تدريجية من الله بطريقة مباشرة في وعي وإحساسي واختباري كمان. أنا بختبر أنه هذا الأمر من الله لي. لكن حضرتك كنت بتقول مش تحت الشرط يكون إعلان من الناس ليك، مش شرط. واحد يجي يقول لك إيه الرب بيتنبأ على حياتك، مش شرط خالص. هنا طب ليه حصل مع تيموثاوس يا جماعة؟ لأن الرجل ده يقوم بمهام جسام. الرجل ده سيمثل واحد من أعظم رسل الإيمان المسيحي في التاريخ اللي هو بولس الرسول. الرجل ده هيعدي في ضيقات صعبة يا جماعة، ما كانتش نزهة، ما كانتش فسحه، ما كانتش رحله، ما كانتش حاجه يعني لذيذه ايفا. ده كان موضوع صعب، في جوع وعطش وعري وضرب واهانات وسجن ومتعرضه للخطر وموت محقق. بولس بيتكلم في اهل كورنثوس الثانيه، كان تيموثاوس معاه، بيقول لهم اياسنا حتى قربت حياتنا على الموت، كل شيء كان بالنسبه لنا اكتئبنا. لا، وبولس صرح حتى في الرساله الثانيه قال له انه اعلم هذا ان سوف تخرج مش عارف ايه ويحصل لك ايه يعني، وكل الذين يعيشون بالتقوى يضطهدون. وضح له. نعم. طب في بعدها الجمعي بقى، او في بعدها الكنسي، وضع ايدي المشيخ. يعني ايه وضع ايدي المشيخ؟ بقى تأييد الناس، تأييد الناس. الناس هنا المشيخ اللي هم كانوا الشيوخ او الاسوس، يعني هنا المشيخ معناه القصوص، لان كلمه شيخ واسقف وقس وراعي كلها كلام كلمه واحده. يعني الرعاة اللي بيتكلم عنهم بطرس في رسالته الاولى صح 5، الاساقفه اللي بيتكلم عنهم بولس لتيتوس في رسالته صح 1، هنا المشيخ او الشيوخ معناها برضو قصوص او رعاة، اساقفه معناها النظار. فبيقول له انت كمان يا تيموثاوس دعوة الله في تأييدها الجمعي كانت بشكل واضح بوضع أيدي المشيخ، وضعوا الأيدي عليك وأمنوا أنك أنت مفرز للرب. طبعا وضع الأيدي اتغير، يعني وصل به الوضع أنه حد يحط إيده على حد عشان ينقل له حاجة من عنده ليه، مش ده خالص يا جماعة. هو قال له بوضع يدي، يعني بوضع يدي يعني
انا بامن على ده، انا بقول بوضع ده بعلن بركه على حياتك، بعلن بركه على حياتك. هنا بيأيدوا العمل. ده اللي كنت عايزه اساله يا سيسي، يعني في ناس مثلا يعني مؤتمرات او حاجه زي كده، هو يقول دلوقتي الوقت هنحط ايدينا ونعطي مسحه او هنعطي موهبه او حاجه زي كده، ده هو ده اللي حضرتك بتقوله ولا ايه؟ لا انا ما قلتش كده، انا جبت سيرة الحاجات دي. انا عايز اعرف يعني في ناس كده في مؤتمرات دي كتيره دي ده اللي انت بتقوليه مش انا اللي بقوله. ايوه عايز اعرف الصح فين يعني. يعني بصي، وضع خط فاصل بين الحاجات وبعضها بيبقى اوقات صعب، لكن انا هقول لك عن ما اقتنع بيه. اللي اقتنع بيه يا جماعه هو اني لا ينتقل شيء من الانسان للانسان، لا ينتقل. لكن هناك استخدام للآنية البشرية حتى يبارك الرب آنية بشرية أخرى، فالرب يبارك آخرين بالتعليم الذي أقدمه مثلا، لكن مش أنا صاحب التأثير اللي جوه الناس، أنا مش صاحب التغيير اللي حصل في قلوبهم. طب في ملء للروح القدس حصل مع الجماعة اللي قاعدين، الرب يستخدم ربما صلاتي أو يستخدم الرب اختباري، لكن مش انا اللي نقلت الروح القدس مني وطلع دكل جوه، مش ده الروح القدس لا يستخدمني انا كي يعبر من خلالي. ليه يعبر من خلالي؟ بمناسبه ايه؟ هو الروح القدس حر، الريح يهب حيث يشاء، صح كلام الرب لنيقوديموس. فيعني انا شخصيا لا اؤمن بهذا الشكل وهذه الممارسه. انا اؤمن ان الناس تمتلئ من الروح القدس طبعا، وتمتلئ وتظل تمتلئ، والامتلاء يظهر في إظهارات معينة، مواهب أولا يظهر في الثمر، محبة فرح سلام، يظهر في مواهب روح للمنفعة، منفعة للآخرين، لأنه إيه؟ لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة اللي بننجز المسيح أفس أربعة. فالمنفعة تبقى للآخر، مش ليك إنك تبقى بقى جامد وعضلاتي جامدة وأنا أقوى واحد وأنا النجم، دي مش منفعة، دي منفعة لنفسك، دي حاجة غريبة يعني. فالمنفعة للآخرين اللي هي بتعمل إيه؟ اللي هي بتعز، بتعلم، موهبة إيمان، موهبة تدبير، موهبة العطاء، عمل الرحمة، حتى كمان المواهب اللي هي فوق طبيعية، الشفاء، الألسنة، ترجمة الألسنة، كلام علم، كل ده أنا أؤمن بوجوده ويمتلئ المؤمن به ويظهر في المؤمن حتى يبارك جسد المسيح. لكن أن ينتقل بسبب وضع إيدي على حد، أنا يعني طب الناس اللي امتلئوا بالروح القدس بدون وضع الأيدي يعملوا إيه؟ يعني دول نجيبهم فين؟ ولو ما فيش حد عنده حد يحط ايده عليه مش هيمتلئ. وليه بنحد الروح القدس في هذا الشكل؟ نعم، فطبعا في يعني مواقف هؤلاء بيعتمدوا عليها، زي مثلا ما بطرس السامره لما كان في السامره ولما كان في بيت كرنيليوس، بس مثلا بيت كرنيليوس لما صلوا ما حطش امتلئوا الجميع من الروح القدس. فيعني فهنا عندنا ثلاث امور في موضوع الدعوه التي تمتع بها تيميثاوس في بعدها الشخصي انه امتلأ بالموهبه، في بعدها الموضوعي موضوعها كان ايه؟ اتقالت عليه نبوه، في بعدها الجمعي ان المشيخ وضعه الايدي عليه. تأييد. حتى بولس بياكد الكلام ده ليه في رسالته الثانيه، الايه اللي احنا مشهوره اللي بنقراها، فلهذا السبب عدد 6 من صح 1 رسالته الثانيه، اذكرك ان تضرم ايضا موهبه الله التي فيك بوضع يدي. يعني ايه وضع يدي؟ يعني انا ايدت مع المشيخه بوضع ايدي عليك يا تيميثاوس، وهي موهبه الله. عايزين نؤكد هذا الكلام يا جماعه، لانه روميا 12 كما قسم الله لكل واحد مقدار من الايمان. طب كورنثس الاولى 12 بيتكلم عن ان الاب والابن والروح القدس يعطون المواهب، فبيقول هنا في كورنثس الاولى 12 هذه الكلمات، انا فاتح بس عشان اقرا قراءه دقيقه ما كنتش يعني بقول. فبيقول هنا ايه عدد نقول مثلا 4 انواع مواهب موجوده ولكن الروح واحد، انواع خدم موجوده لكن الرب واحد، انواع اعمال موجوده ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى. يبقى ايه يعطى؟ بفعل مبني المجهول، معناه اني قد اعطيت شيء. طبعا في افس 4 ايضا يقول كده، اذا صعد العلاء سبى سبيا واعطى الناس عطايا، الذي صعد هو الذي نزل. ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى، افس 4 عدد 10، الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يملا الكل.
وهو أعطى البعض. يبقى الموهبة موهبة الله لنا أنها معطاة من الله. روميا 12 كورنثوس 12 وأفسس 4. طيب إحنا لأن الوقت بتاعنا الحقيقة بيفوت قربنا على نصف الحلقة، فعايزين نقول بعض الحاجات، عايزين نذكر المشاهدين بست أمور بولس شجع تيموثاوس عليهم في رسالته. لو كاتبين معايا ظريف ممكن تقول لنا أول حاجة قال له إيه أو حضه على إيه؟ هو أول حاجة يبقى أمينا في أداء واجباته. في أداء واجباته، يحض أن يبقى أمينا في أداء واجباته. ده في تيموثاوس الثانية 1:6. طب أمر التاني عبير تقوله لنا؟ يضرب موهبته يتمسك بالتعليم الصحيح. يتمسك بالتعليم الصحيح. يبقى ده في تيموثاوس الثانية 1:13-14. رقم 3 تجنب الانحراف عن السلوك الحقيقي. يتقبل الاضطهاد 2:15-18. رقم 4 شجع تيموثاوس ان يقبل الاضطهاد. يقبل الاضطهاد في سبيل الانجيل. ده موجود في صحيح 2:3-4 و3:10. طيب 5 و6 مع بعض. ملل أو ملل موجود في 3:15 حتى صح 4:2 و3 و4 و5 كمان. طيب احنا عايزين بقى ناخد يعني فصل صغير بقراءة كلمة الله اللي قريناها المرة اللي فاتت واللي قبلها، وكويس انك تقرأ كلمة الله مرارا كثيرة حتى تتذكرها. فتعالوا نقرأ مع بعض تيموثاوس الأولى تيموثاوس الثانية 1:1-7. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر كما بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرب أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. آمين. هذه كلمة الرب لنا في هذا الوقت. بولس الحقيقة بدأ رسالته لتيموثاوس بإعلان رسوليته. ليه؟ لأن هذا الكلام كلام يجب على تيموثاوس أن يطيع طاعة كاملة. يعني بولس مش بيرسل رسالة لواحد ابنه بيحب يقول له مثلا ايه يعني من رأيي تعمل كذا، نفسي كنت ما تعملش ما فيش ده، لا نفسي ولا رأيي ولا ربما ولا يمكن. قال له انا بولس رسول يسوع المسيح. اعلان رسولية يعني بالقاطع ان الكلام الاتي من الرب ملزم ان يطيعه تيموثاوس، وملزمين نحن ان نطيعه، لان كلمة الرب يا جماعة هي لكل العصور والاجيال. صعب جدا ان احنا ناخد من الكلمه شويه حاجات عجبانه وشويه حاجات مش عجبانه، ونرجع مش عارف عشان السياق التاريخي مش عارف كان ايه. يعني عارفين الاختزال الكلمه، انا مع الاكس جيزس اللي هو التفسير، مع الانتربريتيشن، مع تفسير كلمه الله، مع المبادئ للتفسير. اخويا امير اشكر رب بيدرس الكليه ففاهم ايه معنى ان انا مع ده. نرجع للخلفية التاريخية ونشوف المستقبل الاصلي كان ايه حالته، ونشوف الراسل كان بيقول ايه او الكاتب، نرجع لكل ده. ولكن هذا لا يقودني ابدا لاختزال كلمه الله في بضعه صفحات. كان الرب كتبهم لنا، طيب كتب لنا كده 3-4-5 ورقات A4 اجمل فيها الكلام، خدوا يا جماعه عشان ما تتعبوش. لا، الرب كتب لنا كلمه ليست مكدسه لكنها مقدسه خاصه. يعني فبيقول له انا رسول يا تيموثاوس. تيموثاوس عارف طبعا بولس رسول، بس هو بيقول كده عشان يقول له الكلام اللي جاي تيموثاوس كله ملزم بيه. طبعا ربط رسوليته بشخص الرب يسوع مانح الرسولية وصاحب التفويض والتكليف. عندما كان بولس في طريقه إلى دمشق لاضطهاد المسيحيين قال له أنا بولس رسول يسوع المسيح وبمشيئة الله وليس بمشيئة الناس. تمام. طيب خدمة بولس الرسول غايتها إيه في الآخر؟ وعد الحياة في يسوع المسيح، الحياة
هي بدأت اليوم. هو الحياة مين؟ هو شخص الرب. هل أنا هو القيامة والحق والحياة؟ هو الحياة الأبدية. الحياة الأبدية يسوع على فكرة. أنا يعرفك أنت. أنا هو. يعرفك أنت. وأنا هو القيامة والحياة. وأنا هو القيامة والحياة. ويوحنا الأولى واحد. الحياة الأبدية قد أظهرت. وفيه كانت الحياة. وفيه كانت الحياة. فهو الحياة الأبدية. فبيقول له أنا بخدم الله وأعيش مع الله لأجل وعد الحياة الأبدية التي في يسوع المسيح. وبعدين بيأكد أن نبوء تيميثاوس طبعا تلميذ وابنه، بيقول له إلى تيميثاوس. ومعنى كلمة تيميثاوس يعني إيه؟ المكرم من الله. أو عابد الله. أو عابد الله. كمان إيه معنى العزيز عند الله؟ كل ده معنى كلمة تيموثاوس أو تيموتاوس، يعني بتتنطق بكذا نطق. فهو عابد الله، المكرم من الله، العزيز عند الله. بيقول له انت ابني الحبيب، انت ابني الصريح في الايمان بحسب لغه رسالته الاولى لي. وهنا بيقول له انت ابني الحبيب، وبيطلب لاجله ثلاث امور عظيمه: نعمه الله. فنعمه الله هي عمل الله. عايز بيقول له انا بصلي من اجل ان نعمه الله تعمل فيك، او عمل الله يعمل فيك. واحنا اتفقنا ان نعمه الله تعرفها ايه؟ هي عمل الله في المؤمن. اثنين، بطلب ليك رحمة، رحمة تعينك وترفعك يا تيميثاوس في السكة الصعبة. كل يوم. كل يوم، صح كده؟ كل يوم. وبطلب ليك أيضا سلام. سلام. اللي اتكلم عنه بولس في فيليبي 4، سلام الله الذي يفوق كل عقل. يحفظ قلبك يا تيميثاوس، ويحفظ قلبي وقلب مارك، وقلب اخواتي اللي خلف الكاميرات، واخواتي اللي بيشاهدوا بيتابعوا بيسمعوا. يحفظ قلبي في حياة مطمئنة، سلام من الله. الله الآب والمسيح يسوع ربنا، بيأكد على ألوهية الرب، ويؤكد أيضا على نسوت الرب يسوع. فيسوع تعني نسوته، المسيح يعني الممسوح، ربنا يعني لاهوته، هو السيد، هو الرب، هو اللورد. يعني لورد يعني هو المهيمن المسيطر. فهو يؤكد هنا والآب والمسيح مذكورين مع بعض، فمعناه أنهم واحد، ها، متميزين، لكنه الثالوث واحد، جوهر واحد. طيب لو طبعا حد حابب يقطعني، انا طبعا ببدا في الشرح خلاص ما بقفش، فايه انتوا وقفوني في اي وقت. هو موضوع انه يذكر انه الرسول، هل كان في الوقت ده اي مشاكل حوالين رسوليه بولس؟ لا، لتيميثاوس لا طبعا. بس هو بيقول لك ليه كتب رسول؟ انا قصدت اقول ده عشان الكلام اللي جاي كلام معتمد ومكتوب من الله عليك تيميثاوس، لا فصال ولا جدال ولا مفاوضات. لان في رسائل تاني هو كتب عن عمد ان هو رسول، عشان كانوا بيشككوا في الرسول. طبعا كورنثوس الثانيه، غلاطيا، كل الاماكن ديت طبعا. لكن هنا لا، هنا بياكد بس ان الكلام ده كلام من الله مباشره ليك يا تيميثاوس ولينا طبعا. طيب بولس بيقول بقى في اول مقطع في صح واحد من عدد 3 عدد 7 بعض المفاهيم الهامه جدا اللي احب تكون بتعلم عليها بعض العلامات. اولا بولس يشكر الله من اجل تلميذه تيميثاوس، واحنا عايزين نتعود نشكر الله يا جماعه. نتعلم الشكر من اعظم الدروس اللي تعيشها في حياتك، حتى لو في ظروف صعبه تعلم ان تشكر الله. فقال له اني اشكر الله الذي اعبده من اجدادي بضمير صالح او بضمير طاهر. طبعا هو هنا في لغه محتاجين نفسرها، لانه هل بولس كان يبرر حياته قبل الايمان انها كانت طاهره؟ لا، بولس كان يضطهد الكنيسه ويتلفها، لكنه بولس عرف عن الله من اجداده. ما نقدرش ننكر ده، هو عرف عن الله، هو كان يعرف الله. ده بالعكس، ده معلومات بولس الرسول العميقه القويه عن الايمان اليهودي فادته جدا 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 في خدمته وسط اليهود. صح. فهو يعبد الله مش بضمير طاهر قبل الإيمان، لا، هو يعبده الآن بضمير طاهر، وعرف عن الله من أجداده. أجداده اللي هو مين؟ أبوه، جده، غملائيل، والكتب المقدسة التي درسها وحفظها وفسرها وقدمها بولس الرسول. فيعني حتى بس نرفع اللغط أن بولس لا يبرر حياته قبل الإيمان أنها كانت بطهارة، لا، يعني هو سوري، جهله لا يبرره. فأولا يشكر الله لأجله. اثنين، يصلي لأجله. كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. طبعا بشجع الرعاة والقادة، لو بتلمس حد أهم شيء تعمله لأجلهم أنك تصلي لأجلهم. تصلي لأجلهم ليلا ونهار. ليلا ونهار. أنت بتلمس حد في مجموعتك الصغيرة، طبعا أنتوا كلكم عندكم مجموعات صغيرة، كلكم
ستة انتوا قاعدين قدامي مجموعات بتلمس حد صلي لاجله صلي لاجله صلي لاجله. انت بترعى حد صلي لاجله. عشان كده خدمة الرعاية خدمة سامية. بشجعك عايز تقول انا بخدم ارعى الناس. ارجوك انت مش بتخدم عشان انت اسمك قائد في اجتماع فلان او بتحضر الاجتماع الفلاني وبتدبر شويه تدبير وبتدعي شويه خدام. امين ربي يباركك. بس الخدمه الحقيقيه انك ترعى الناس تلمز نفس تلمز اخرين وتضاعف نفسك في اخرين. طب كيف تفعل هذا؟ بان تشكر رب لاجلهم وان تصلي بالانقطاع لاجلهم. طب رقم ثلاثة بقى بولس يعلن عن محبته مشتاقا ان اراك. يا جماعه في العلاقه اللي مش مملانه بالمحبه يعني نفضها احسن. هتخدم ازاي واحد ما بتحبوش؟ صح. هترعى ازاي واحد انت مش طايقه؟ هتعمل ازاي مع حد حاجه جميله وانت بتقول لي اصل انا ما كذا؟ لا ده بيقول له انا مشتاقا ان اراك، انا انت وحشني، انت احنا انا فاكر لما ودعنا بعض دموعك، ها انا متذكرا دموعك، عايز اشوفك لكي امتلئ فرح. يا يبقى شكر رب لاجله، بيصلي لاجله، بيعلن محبته لاجله او محبته اللي فيه لتيميثاوس، وبيقول له كمان يا تيميثاوس انت بتحبني لانك انت ودعتني اخر مره او في المرات اللي كنا بنفترق فيها عن بعض بالدموع. وده ما كانش غريب على بولس على فكره، كان مع انه شخص طف يعني ناشف، لكنه مثلا نراه في اعمال 20 عندما كان يودع كسوس افسس بكوا، لان لما سمعوا ان هو مش هيشوفهم تاني هو بكى وهم بكوا. الروح القدس غيره، الروح القدس غيره، ولكن سماته الشخصيه فضلت. بص يا ظريف، الله يشكل سماتك لدعوتك. بص بولس ده لو كان عنده اي نسبه لين ما كانش نفع يكمل. يا جماعه لازم كان يكون شخص طف. طف يعني ناشف. يا جماعه ده راجل واجه حاجات ما حدش واجهها. عايز تقول ان يكون كده؟ طب ال- 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 الشده بتاعته الطفنس دي ما كانش يعرف بولس يعملها في مره ويسيبها في مره. فتجدوه طف مثلا مع ممكن بعض شعوب الكنائس، طف في موقفه مع برنابا ويوحنا مرقس والى اخر هذه. هو ما يقدرش يبقى طف قدام العواصف الهائجه والملوك اللي واقفين شرسين يحجموه والسجان اللي مش عم بيعمل كذا، ويجي عند يوحنا مرقس ما يبقاش ناشف. مش هيعرف. دي سماته الشخصيه، هذه ليست جذور فاسده ولا امور قديمه وحشه المفروض يتخلص منها، دي سماته الشخصيه. معلش انا بقول كلام مش عارف انتوا، ما احنا مش عايزين نعديه بقى، مش موافقين عليه ولا ايه؟ بس ما اعرفش. هو ممكن يعني نقول انه انا عاجبني التعليق عن بولس دوت، لانه اوقات في الوقت اللي احنا موجودين فيه انه اوقات بيؤخذ على الخدام مش سلوكيات روحيه خاطئه، لكن اوقات ممكن يبقى فيه تعليقات على فكره الامور الشخصيه، زي مثلا بولس. يعني اتوقع النهارده بولس لو كان موجود في وسط كنايسنا يا ترى كان سمعته كخادم كانت تبقى عامله ايه؟ كان يقول عليه شخص لا قاسي ناشف صعب ابعدوا عنه، طريقه بتاعه اليومين دول المنتشره بسبب السوشيال ميديا وغيره، ولا كان برضو هيبقى هو بولس الرسول المكرم عند الله والمكرم عند الكنيسه؟ فيعني يمكن سؤال يطرح نفسه انه هل احنا لما بنيجي نتعامل مع الخدام بنتعامل معاهم بصوره نمطيه احنا عايزينها، ولا احنا بنتعامل معاهم ان هم انيه الله بيستخدمهم بس ليهم سماتهم وصفاتهم الشخصيه اللي مش هينفع يتغيروا عنها عشان بس يرضوا يرضوني انا مثلا كمخدوم يعني. نعم. بص هو الـ يعني انا بس هزود جمله انه الله يستعمل التنوع لخدمه جسده. فلو بولس كان طف، ها طف يعني ناشف، كان برنابا طيب القلب مع الناس مشجع جدا طبعا والرايت. فيعني هي ربي، فلولا بولس ما كانش الانجيل تقدم، لولا برنابا ما كانش العدد زاد بتاع التابعين، ولا هو الوحيد اللي جاب بولس للجماعه اصلا. فالله يعني احنا مش عايزين نقول احنا عايزين بس الناس الطيبه الجميله، ولا عايزين نقول عايزين الناس الناشفه القويه الشجاعه، احنا عايزين كل ده لان الله يستعمل كل لاجل دعم الجسد. يعني انا قصدي يمكن من المداخله بتاعتي اللي هي فكره اني ما انتقدش شخص بسبب سماته الطبيعيه الشخصيه، يعني لازم افرق مثلا في نقدي للشخص ما بين السلوك الروحي الخاطئ نعم وما بين السمات الشخصيه. فبرنابا المشجع مطلوب جدا وجوده في الكنيسه، بولس الشخص الطف او الحازم مطلوب جدا وجوده في الكنيسه، والكنيسه لا غنى فيها عن بولس ولا عن برنابا. صح. وانا لو انا هاجي اقيم كمخدوم مثلا، بدي الكلمه دي للمخدومين تحديدا، انه ما ينفعش اتخذ على شخص الا لو كان في سلوك روحي خاطئ، لكن السمات الشخصيه دي زي ما حضرتك بتقول ده تنوع والله اللي حطه كمان نعم في الناس. نعم صح يا امير، اشكرك.
رعوز كنت تقولي حاجه؟ انا خلاص قالها امير. اه بس نزل عن كلمتك. طيب اوكي رعوز شكرا رعوز. كان ظريف عايز تقول حاجه؟ لا هنفهم بعد شويه. هنفهم بعد شويه. طيب اول رايت. ف شكر الرب بيصلي لاجله بيعلن محبته رقم اربعه بيشجعه. عدد خمسة إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك. هنا بيذكر شيء حقيقي عن تيموثاوس. التشجيع يا جماعة مطلوب وأنا بشجعك وبشجع نفسي أن أنمو في التشجيع. بس شجع عن حق مش مجاملة. بصوا يا جماعة أي كلام برا الحق اسمه مجاملات وأنا بدعوك توقف عن المجاملات. إحنا أصلا إحنا بنثمن المجاملين. يقولك ده شخص مجامل. دي أصلا كلمة غلط. أنت ما ينفعش تجامل حق. تجامله ليه؟ ليه قاعده جامل مارك؟ ليه اقول حاجه حق؟ هتقولي طب ما يعني بجيب ازاي الكلام ده يا جماعه؟ ما فيش واحد فينا ما عندوش حاجه حلوه. فيش حد فينا. كلنا عندنا حاجات كويسه وكلنا عندنا حاجات يعني ناقصه. دور على الحاجه الكويسه. اتدرب تكون مشجع. فبتقول له انا عايز اشجعك يا تيموثاوس. تيمو بيقول له يا تيمو انا بشكر رب من اجلك. انت جميل. إذ اتذكر الايمان العديم. بالمناسبه هو يعني الكلام ده بيقوله بولس تيموثاوس بعد خدمه قد 20 سنه مع بعض. بيقول له إذ اتذكر. ده عايز يقول له يعني بص يا تيموثاوس انا مش ناسي بداياتك. انا مش ناسي وانت كنت شاب. انت من يومك وانت واد جميل. شوفوا الجمال بتاع بولس. ده راجل رايح يتقطع دماغه بالمناسبه يعني مش قاعد في كافيه وحاطط قدامه اللاتيه وقاعد بقى يكتب بقى ويشطب ويعمل يعني. فأتذكر الايمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيكي. طبعا الكلام اللي قال الحلقه معرفش اللي فاتت او اللي قبلها اللي انتوا ذكرتوه عبير ذكرته ايفا ذكرته عن دور البيت يا جماعه. دور البيت. فبيقول له بيتك كان ليه دور. بيتك كان ليه بصمه عميقه في حياتك. انا بشهد عن بيتي. بشهد عن بابا الاسيس سعيد وماما ماما فوزيه الملكه يعني ان هم كانوا سبب كبير جدا في غرس الايمان فينا انا واخواتي وفينا احنا كمان وفيكم انتوا كمان لان هم كانوا اباء روحيين وانتوا كمان بالمنظر ده لان في عنصر عندكم في البيت مؤمن. ما كانش العنصرين. انا كانت تيتا وماما مثلا يعني تيتا اهي اللي هي لؤيس وافنيكي ماشي او تيتا وماما يعني. فيعني يا جماعه احنا نتاج ابائنا وامهاتنا. بذوره الاولى بتبتدي في الطفل من البيت. طبعا. ولا تبدا منين يعني يا جماعه؟ تبدا منين؟ تبدا من الشارع؟ تبدا من المدرسه؟ ولا حتى من الكنيسه صدقوني. انا اتجرأ واقول كده ولا من الكنيسه. الكنيسه دعم، الكنيسه سند مش الكنيسه الاساس. ما دي المشكله يا اساس ان البيوت دايما بيجيبوا اللوم على الكنيسه على الساعتين اللي ابنهم او بنتهم بيحضروا فيهم وبس. عايزين الابن الولد يتغير ويتشكل. لا الكنيسه قال ليها دور وانا البيت كمان ليه دور. نعم. يعني ده لو هو بيقضي ساعتين في الاسبوع انا بقيت الاسبوع كله في البيت. نعم. فدور الكبير قوي في البيت. ايوه. لان في كتير يقولك ايه ما هو بيروح الكنيسه ما بيتغيرش ويشتكي مثلا المدرس ما بيعملش الخادم مش بيراعي. وده ما يمنعش ان احنا مقصرين بس ما ينفعش نحمل شيء اكثر من حقيقته. الكنيسه ليها دورها يا ظريف المعروف. صح. نقوم بيه احنا كقاده. احنا كقاده نقوم بيه. نقوم بكل شيء نقدر نقوم بيه. بس يا جماعه البيت يظل هو المكان الرئيسي للتشكيل الشخصيه وحياه اولادنا. يعني تقبل ترفض بكل تواضع بقولها لك. فبيقول له هنا انت انا بشجعك لاني اتذكر الايمان العديم الرياء الذي فيك. وبيقول له في نهايه العدد ده وموقن انه فيك ايضا. بيأكد تشجيعه. راجل متاكد من اللي بيقوله عن تيموثاوس. لا يجامل تيموثاوس لكنه يشجع تيموثاوس. بيقول له سكن فيك او الذي فيك وموقن انه فيك لانه كان اصلا في بيتك. واثق فيه. واثق فيه طبعا. فهو شكر الرب بيصلي لاجله بيعبر له عن محبته بيشجعه. خمسه بيوجهه. طب بيوجهه فين بقى؟ في عدد سته. فلهذا السبب أذكرك أن تضرب أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. طيب هنا ده نفهم إيه الكلام ده؟ نفهم أن تيموثاوس يبدو أن ضغوط الحياة زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت أو قبلها
وضغوط الخدمة يبدو أنه تعب يا أمير. يبدو أنه تيموثاوس كمان كان شخص يعني طاري شوية بيخاف. الناس ممكن إيه تضغط عليه فتوقفه عن العمل. خد لي بالك من الخدمة هنا، بنجد أوقات ناس حواليه في الخدمة أصواتهم عالية، يعني مش عايز أقول شرسين لكنهم مش سهلين. فأنت كخادم أو قائد أوقات تجد أنك منعت، توقفت أو تراجعت. أو تراجعت، ما هي توقفت التراجع صح. مفيش يعني هو طبعا تراجع عن الدور الذي أقامك الرب. فقال له بص أنت في حاجة كده مش شغالة يا تيموثاوس، أنت الشعلة مطفية، اضرم يعني احتفظ بها مشتعلة. اشعل. يكون يمكن كان فشلان يا أسيس عشان كده بيقول له، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. ما هو أكيد ضغوط الحياة، ضغوط الخدمة، التوقف، التراجع بيفشل الإنسان. وكلام الناس السلبي برضو أوقات ممكن يكون هو يمكن شخصيته برضو شوية كانت مهزوزة، فالكلام السلبي لي أو الكلام الموجه غلط لي بيتعبه ويضعفه طبعا بكل تأكيد. فبيقول له هنا أنا عايز أذكرك بقى، يعني توجيه، هنا في توجيه وإرشاد يا مارك، ولازم علينا نقبل توجيه وإرشاد. المؤمن يا أمير يا عبير اللي ما بيقبلش التوجيه والإرشاد من الآخرين فهو مؤمن متكبر ومغرور. يعني أنا عارف إن الكلام ده صعب بس دي الحقيقة. المؤمن الذي لا يقبل التوجيه والإرشاد من الآخرين مؤمن، يعني عشان أجيبها من الآخر، متكبر ومغرور. طبعا هل ده معناه إن كل ما يقال لي توجيه وإرشاد؟ لا. في ناس عندها آراء لها، في واحد عنده فكرته، مش يعني نقبل نسمع وخلاص. لكن انا بتكلم على التوجيه والارشاد من ابائنا الروحيين، من مرشدينا. المؤمن اللي مش بيقبل توجيه وارشاد متكبر ومغرور. ماذا لو عن خادم بقى، يعني وفي القائد بتاعه بيوجهه ومش بيقبل التوجيه ده من القائد بتاعه؟ يعني ده سؤال ولا ده ايه؟ سؤال. عايز انا اقول لك نعمل فيه يعني؟ ما اعرفش اعملي اللي تعمليه. وقفه اعملي انت اللي تعمليه بقى، ما اعرفش. يعني هو طبعا يعني انا بتكلم عن المؤمن، فبالاولى كثيرا اللي بيقول عن نفسه خادم. يصل يا جماعه لحد بولس قال لتيموثاوس يعني وبخ قدام الجميع في اوقات دي محتاجه سلطان صح. تخيلوا قد ايه يعني انت يعني انا كمؤمن محتاج استقبل التوجيه والارشاد، وانا كقائد محتاج اقدم التوجيه والارشاد، وأوقات بالسلطان الممنوح لي من الله أمام الجميع. يعني هو إزاي بولس يوبخ بطرس قدام الكل رغم أن بطرس ده راجل كبير قوي وقديم قوي، إزاي بولس يعمل ده؟ طبعا وبطرس ده يعني قبل بولس بالأخ أقدم منه، إزاي يعمل ده؟ فما بالك بينا، يعني إحنا محتاجين أن نكون حساسين صح. لا نكون كوسات، لا نكون شرسين، لا نكون مندفعين، ولا نكون أيضا متراجعين عن دورنا في قبول التوجيه أو في تقديم التوجيه. فقال له بذكرك، تذكر معايا أن موهبة الله التي فيك اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة أن كان ليها ثلاث أبعاد، شخصي وموضوعي وكنسي أو جماعي، أنت طفتها يا تيموثاوس، اضرمها من جديد. نشجع لو في واحد بيخدم معانا بيشاهدنا بيتابعنا من إخواتي رعاة قادة خدام في كنيسة محلية أو بتخدم في منطقة نائية أو ربما تأسس كنيسة أو ربما في دولة غير مصر، بشجعك النهاردة ربي يشجعك، بيقول لك أذكرك يا فلان أو يا فلانة أن تبقي شعلة الخدمة مشتعلة. أمين. ربما تكون وقت فات جه عليك ظروف صعبة خليتك تتراجع خليتك تتوقف. لا، النهاردة ربي يعمل توجيه من جديد ليك، بيرجع لك الدفة لمسارها السليم، إنك تبقي شعلة الخدمة مشتعلة. يعني أكتر شيء بيتحداني في هذه الأيام أسيس إنه ممكن الواحد يكمل في حاجات كتير، لكن قدام خدمة ربنا وعمل ربنا أول شيء بيحصل لك توقف، تقول أنا مش لاعب مش مكمل، وتاخد جنب وتقول خلاص أنا مش مكمل، هم يكملوا، والكلام السلبي يبتدي يخرج وتبتدي يعني تبعد. أيوة. وده طبعا خطر جدا، انت بتسيب دورك، بتهمل الامر اللي ربنا وضعه عليك واللي الكنيسه فوضته لك وتبعد.
وكملوا انه عشان حاجه حصلت سبت القصه ومشيت. نعم. فانا بقول انه يعني بتقابلنا تحديات كتير في الشغل وفي البيت بنكمل، بنيجي عند الخدمه واول شيء بيحصل معانا بنسيب. صح. ايوه مارك، ربي يساعدنا يا ظريف، ربي يساعدنا. احنا قدامنا 8 دقايق فاتفضل. عايز اقول كمان يا سيس انه الانسان في وقت من الاوقات محتاج للتشجيع. يعني تيموثاوس في تسالونيكي 3:3 لما بولس ارسل تيموثاوس وقال انه يثبتكم ويعزكم، في ايه 3 بقى بيقول كي لا يتزعزع احد في هذا كي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات. يعني تيموثاوس في وقت من الاوقات كان بيشجع الاخرين، بس في الرساله اللي احنا بندرسها هو كان محتاج الوقت للتشجيع، محتاج ان بولس كان يشجعه. طبعا. فاوقات كمان انت كنت بتتكلم عن كبرياء وغرور الخادم، يعني اوقات احنا مش بنرضى نستقبل التشجيع. ما ينفعش، عيب، انا كبير، انا بقالي سنين في الايمان، فانا ازاي ابقى ضعيف قدام جماعه مثلا او قدام اخواتي، ازاي هم يشجعوني؟ لا بالعكس، ده انا اللي المفروض اشجعهم وانا اللي اعلمهم وانا ما ينفعش استقبل تشجيع. نعم نعم، امين يا مارك. احنا محتاجين نستقبل تشجيع من بعضنا البعض، وكلنا محتاجين نقوم بالادوار دي، نستقبل وايضا نشجع بعضنا البعض. طيب عشان الوقت بتاعنا بقينا حوالي 8 دقايق مثلا شباب، حاجه زي كده ما اعرفش. ختم بولس الرسول المقطع دوت اللي موجود في رسالته الثانيه لتيموثاوس صح 1:7، لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوه والمحبه والنصح. والحقيقه انا بحب ابدا الايه دي من اخرها لاولها، لان الامر الاول اللي بولس بيعلنه بقى في اعلان هنا، يعني هو شكر الرب لاجل تيموثاوس، كمان صلى او بيصلي او ظل يصلي من اجل تيموثاوس، اعلن محبته لتيموثاوس، شجع تيموثاوس، وجهه. وبعدين 6 بيعلن اعلان هام، حطه كده قدامك في الاوضه بتاعتك كده، اكتبها الايه الكبيره دي قوي، حطها على المكتب. يعني اعلان الرب يقول لك عشان تعرفه وكمان تمتلكه. هو ايه؟ ان الرب اعطاني الحكمه، نصح، ايوه، انه الفطنه، المعرفه الروحيه، وما احوجنا صدقوني يا احبائي اكتر شيء محتاجينه في هذا الزمن هو الحكمه. يعني ممكن واحد يقول لي بص انا فعلا في ضائقه ماليه، يا ريت بس يجي لي شغل، يا ريت. انا معاك، دي احتياجات حقيقيه حقيقيه، انا معاك ومقدره تقدير غير عادي، بس عارف الاحتياج اللي قبل ده هو الحكمه. دي اللي طلبها مين من الرب؟ سليمان. قال له انا غض، انا صغير، انا ما اعرفش حاجه، انا لسه بحبي، طب عايز ايه؟ قال له انا عايز حكمه منك. وسليمان بقى الرب اضاف عليه كل شيء. الحكمه الالهيه مش الحكمه البشريه، الحكمه البشريه محدوده، الحكمه البشريه فيها حاجات كتير بايظه، الحكمه الالهيه كلها سليمه. طب مين اللي ينال الحكمه الالهيه ده؟ مين اللي يعني عنده الفرصه ان ينالها؟ كل ولد وبنت للرب. متاحه ليك وعلى قد اللي انت عايزه على فكره، يعني الرب مش يمنع حاجه عنك ولا يزود لك حاجه انت مش عايزها. فالرب بيقول لتيموثاوس على لسان بولس، انا منحك يا تيموثاوس روح الحكمه والمعرفه، فطنه. طب 2 كمان، انا منحك اعلان كده، انا منحك روح المحبه. عارف المحبه بقى تعمل ايه؟ المحبه تخليك تتعامل مع الصعبين، المحبه تطرد الخوف براك، المحبه تخليك تتجاوب مع الظروف الصعبه بمتانه، المحبه تجعلك تتكلم عن الرب، المحبة ثمر الروح. يبقى كل شيء رائع ولكن أعظم الكل المحبة. الإيمان، الرجاء، العطاء، أعظمهم النبوة، الخدمة، التعليم، كل شيء، لكن يبقى كل شيء، نعم، لكن أعظمهن أو أعظم كل شيء المحبة. طب أخيرا الرب بيقول إيه لتيموثاوس عكس الفشل، أمام الإحباط، أمام الاكتئاب؟ القوة. طب القوة تأتي إزاي؟ تأتي من روح القيامة. طيب إيه عناصر القوة يا جماعة؟ أولاً الفرح. يعني لما يجي الرب يقولك أنا بمنحك روح قوة، معناها إيه؟ الفرح، لأن فرح الرب هو قوته. الفرحان قوي، الزعلان ضعيف، الفرحان حتى جهازه المناعي بيقاوم الأمراض. صحيح. تخيلوا الحزين جهازه المناعي تلاقيه على طول وقع. ده علم، انا مش بفتي هنا يعني، لكن ده علم، جهاز مناعي اقل على طول تصاب بالامراض، تخيلوا. فالفرح. 2 الشجاعه،
تبقى شجاع قدام الامور الصعبه، تبقى شجاع قدام الظروف والتحديات، تبقى شجاع قدام الناس اللي مش قريسه. طب ايه القوه؟ معناها عناصرها الفرح، ايه كمان؟ الشجاعه. طيب ايه كمان عناصر القوه؟ مش بس الفرح، مش بس الشجاعه انك تبقى واقف قدام الناس، لكن كمان صبر، يبقى عندك قوه احتمال. يا دي محتاجينها قوي دي يا مارك، دي مش محتاجينها جدا. يعني دقيقتين بس. طيب ماشي. ف قوه الاحتمال بقى، قوه الاحتمال يا جماعه دي من اهم الامور التي انا اكتر واحد مش الناس هي متهالي هنا عشان المشقات والصعاب. طبعا طبعا انا اكتر واحد بعلنها قدامكم، انا اكتر واحد محتاج قوه الاحتمال. كلنا الامهات في بيوتهم، والاباء في اشغالهم، والخدام في خدمتهم، والاولاد في الدراسه، والموظفين في الشغل، جميعنا نحتاج للاحتمال يا جماعه. فقال له هذا الاعلان ان الله لم يعطنا او يمنحنا روح فشل. فيش فشل على حياتي، لكن في عندي ثلاث حاجات: الفطنه والمعرفه، الحكمه، اثنين المحبه التي تمنحني طاقة إلهية في التعامل مع الناس، القوة في الوقوف أمام الظروف، فيها فرح وفيها شجاعة وفيها صبر. أنا بصلي من قلبي إنه الدقايق اللي فاتت ديت، يعني أنا ما أعرفش الدقايق راحت فين في الحلقة دي الحقيقة، ولكن كلمة الله غنية ومشجعة ومشبعة. بصلي من قلبي إن الإعلان اللي أعلنه بولس في نهاية المقطع ده، النص اللي قرناه مع بعض لتيميثاوس، يعلنه لك ويعلنه لك الرب بالإيمان. وزي ما بولس قال لتيميثاوس، أنا يعني بعمل معاك حاجات الرب يعملها معاك. فالرب عنده محبة غير عادية ليك، الرب كمان يقف من أجلك أمام العرش، الرب كمان عايز يشجعك، والرب عايز يوجهك، والرب عايز يملأ حياتك بقوة وبمحبة وبحكمة. هنلتقي الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج عرش النعمة. بصلي من قلبي إنك تثبت في الإيمان، تتبع المسيح بقلبك، تكون تلميذ حقيقي، لست فقط مؤمنا أو مسيحيا، لكن تلميذ حقيقي للرب. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، أترككم والرب معاكم.